في عدد كبير جدا من المتسربين من التعليم. اليونسكو بتقول ان هو حوالي اكتر من 200 مليون واحد في العالم متسربين من التعليم. في رايك ايه اللي ممكن يعني يخلي شاب او بنت ما يتعلموش؟ اولا عدم وعي الاهل في انهم يفهموهم مدى اهميه التعليم. ممكن البيئه اللي هم فيهم محيطه بيهم في عدد كتير جدا من عدم الاهتمام برضو بالتعليم او انشغال بيه. ممكن ماديات ان هم مش قادرين مثلا ان هم يتعلموا او مش فاهمين مدى اهميه التعليم. هو ممكن يكون عدم اهتمام او ما عندوش قدره ان هو يتعلم اصلا او مثلا ان هو يتطلع عن حاجه، بس ممكن يكون اسباب ماديه ان هو مش قادر مثلا ان هو يروح يتعلم. متهيألي ان دلوقتي كل حد بقى يستسهل ان هو ياخد صنعه ويشتغل بيها اسهل من ان هو يقعد يضيع سنين كتير في دراسه ويتعب، وطبعا الدروس الخصوصيه بيدفع فيها دلوقتي قد كده، ويجي في الاخر ياخد شهاده ما يشتغلش بيها. فدلوقتي اي حد يستسهل انا اخد مثلا صنعه واشتغل بيها. والبنات طبعا يعني في الارياف او كده او عامه يعني بيقولوا ان البنت هتاخد كده شهاده وكده كده هتقعد بيها، فيبقى ايه لازمتها؟ هي هتتجوز ومسرها للبيت. بتكون قله توعيه وقله ثقافه في المجتمع اللي هم عايشين فيه. ممكن تكون ارياف عندهم نسبه جهل، فالاهالي بتعلم عيالها لا ما تكملش بقيه تعليمك، انت يكون عندك تشتغل احسن تجيب منها فلوس. التعليم ده في ناس كتير بتاخد شهادتها وما بتشتغلش منها، فبالتالي هو بيشتغل مثلا لو الابن بيشتغل مع باباه اذا كان في محل او في ورشه وما بيكملش بقيه تعليم. هو نسبه الناس الاطفال اللي ما بيتعلموش بيبقوا صغيرين، وده بيبقى عايد على اهلهم شويه، بيبقى في فكره ان هم بيخلوهم يتجهوا لناحيه الشغل شويه، فبيبقى نسبه الاطفال او نسبه الناس اللي ما بتشتغلش بيبقوا صغيرين، وده بيبقى عايد يعني ما بيبقاش في وعي شويه لفكره ان اهميه التعليم واهميه ان الناس دي لازم ليهم حق في التعليم. اول حاجه ان في ناس كتير بتبقى شايفه ناس اتعلمت وخلصت التعليم وما بتشتغلش بالحاجه اللي هي اتعلمت بيها، تبدا ان هي تقول طب انا ليه اضيع وقتي في ان انا اتعلم، ان انا اذاكر واعمل واتعب نفسي واخد سنين كتير عقبال ما اتعلم، طب ما انا اطلع اشوف حاجه اشتغلها على طول من بدل ما انا اتعلم، وفي الاخر كده كده مش هطلع اتعلم بشهادتي، فالاحسن ان انا ما ذاكرش وما اعملش وان هم يسيبوا التعليم خالص وابدا اشوف بقى مستقبلي اللي هو فعلا هكمل فيه بعد كده. اول حاجه برا الفقر، يعني خاصه في الكره المصريه بيعاني من الفقر بيعاني من الجهل، تمام؟ فبيقولوا ان احنا ايه نعلمهم حرفه معينه عشان يقدروا يصرفوا على اولادهم معانا. فاول حاجه الاعلام المصري دوره ان هو يعمل محملات توعيه كبيره جدا للريف المصري ويفهم المراه المصريه اهميه التعليم، واول حاجه نبثه في روح الطفل نفسه من صغره حب التعليم وحب العلم وان هو يكون راجل مختلف عن كل الناس. يعني دلوقتي الموضوع ده كبير جدا بسبب مثلا الاب والام يقول لك ان التعليم ملهوش فايده، ان الشهاده انت كده كده ممكن تتعلم اي صنعه او تشتغل واحسن بكتير انك تتعلم، رغم ده غلط جدا. انت حتى لو انت شغال في صنعه او شغال في اي شغل تاني لازم يكون عندك تعليم، لازم تتعلم. حاجه تانية ممكن منظومه التعليم هي اللي منظومه التعليم التقليديه دلوقتي ممكن هي تكون هي السبب الرئيسي ان الطلبه مش حابه تتعلم، ان الطالب فاهم ان هو لازم يخش يحفظ، لازم يخش مش بيتعلم، هو في نظره مش بيتعلم حاجه، اللي هو في نظره اللي هو التعليم بالنسبه له اللي هو ياخد الملزمه او ياخد الكتاب يذاكره عشان يحطه في الامتحان لكن ما يستفدش فيه بعد كده. اعلنت منظمه اليونسكو عن عدد المتسربين من التعليم في العالم والذي يقدر ب 264 مليونا. اذا فالمشكله كبيره وتحتاج الى تضافر جهودنا جميعا حتى يحصل كل انسان على حقه المشروع في التعليم الجيد. فريد إدوار، سي تي في. بشكر زميلنا فريد إدوار على التقرير اللي قدمه لنا دلوقتي عن التسريب من التعليم. التسرب من التعليم مشكلة كبيرة ومشكلة خطيرة ولازم فعلا نقف عندها. الأرقام اللي أعلنتها منظمة اليونسكو يعني أرقام فعلا إنها تخض. إزاي الأعداد دي كلها لو استفدنا منها واتعلمت بشكل كويس، شوفوا بقى البلاد هيبقى شكلها إيه.